السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، نرحب بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم المتجدد ترحيب. نرحب أيضا بسمعنا الكرام عبر تردد 97 FM. نعم، نقول حياك الله أيضا يا سعودي، مرحبا ومسهلا فيك. حياكم الله مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة، نتابع مع ضيوفنا مواضيع أيضا خصصها لمستجدات فيروس كورونا المستجد، وفي أبرز عناوين حلقة اليوم: الصين بلا وفيات للمرة الأولى، ومنظمة الصحة العالمية تحذر من تخفيف إجراءات فيروس كورونا في وقت مبكر. المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي تنظم مؤتمرا صحفيا عن بعد حول التدابير الاحترازية والوقائية التي طبقتها خلال الأزمة الراهنة. مشاهدينا الكرام، في إطار متابعتنا لآخر التطورات حول انتشار فيروس كورونا COVID-19 وأحدث الإحصائيات المحلية والعالمية حول هذا الموضوع، أعددنا لكم هذا التقرير التالي. لا تزال جائحة فيروس كورونا COVID-19 تحصد المزيد من الضحايا والمصابين حول العالم، ولا يزال الاقتصاد العالمي يرزح تحت وطأة التأثيرات السلبية لهذا الوباء الذي تنتقل بؤرته بين أكبر الاقتصادات العالمية. وعلى مستوى الإصابات، لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر القائمة العالمية بنحو 367 ألف إصابة، فيما بلغ مجموع الإصابات حول العالم أكثر من 1,356,000 حالة، أما مجموع الوفيات فقد بلغ أزيد من 75,000 حالة وفاة حول العالم، فيما بلغ عدد المتعافين من المرض عالميا أكثر من 290,000 حالة. وعلى مستوى دولة قطر، أعلنت وزارة الصحة العامة عن إجراء فحص الكشف عن فيروس كورونا COVID-19 لأكثر من 38,000 شخص، حيث تم تسجيل 228 إصابة جديدة، ليبلغ مجموع الإصابات المؤكدة 1,832، من بينها 1,697 حالة نشطة تحت العلاج، فيما تم تسجيل تعافي 131 حالة، وقد بلغ عدد الوفيات 4 حالات. أعلن مكتب الاتصال الحكومي إطلاق خدمة عبر تطبيق واتساب لتوفير المعلومات حول فيروس كورونا COVID-19، وستكون هذه الخدمة المجانية مصدراً رئيسياً لتوفير معلومات دقيقة وموثوقة حول الفيروس. وأكد مكتب الاتصال الحكومي في بيان أصدره أن عمل هذه الخدمة يتمثل في محادثة آلية تتيح للمواطنين والمقيمين في دولة قطر الحصول على أجوبة عن الأسئلة الأكثر شيوعاً حول فيروس كورونا على مدار الساعة وبست لغات، إضافة إلى توفير معلومات عن طرق الوقاية من هذا الفيروس وأعراضه وآخر المستجدات حول إجمالي عدد الحالات وإرشادات حول السفر وتصحيح المعلومات المغلوطة. إذن من الأخبار السارة أيضا المتعلقة بوباء كورونا، سجلت الصين لأول مرة منذ ظهور فيروس كورونا المستجد على أراضيها حصيلة يومية خالية من الوفيات جراء الوباء، ويتزامن طبعا ذلك مع ازدياد مضطرد لأعداد الإصابات المؤكدة الجديدة في كل من أوروبا وأمريكا والعالم العربي. وفي خبر آخر، حثت منظمة الصحة العالمية جميع الدول والمناطق حول العالم على عدم تخفيف تدابير احتواء فيروس كورونا COVID-19 قبل الأوان. وقال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي افتراضي اليوم أن أحد أهم الجوانب هو عدم التخلي عن الإجراءات قبل الأوان حتى لا تحدث انتكاسة مجددة. نعم، وأضاف أيضا المتحدث أن المنظمة ليست لديها توصيات شاملة للدول والمناطق فيما يتعلق بتخفيف الإجراءات الرامية إلى إبطاء انتشار وباء الفيروس، لكنها تحث على عدم رفع هذه الإجراءات قبل الأوان.
نعم، إذن هي جهود كبيرة ومميزة تقوم بها مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في ظل انتشار كوفيد-19، حيث اتخذت العديد من التدابير لمواجهة هذا الوباء. حول المخزون الدوائي في قطر يسرنا أيضا أن يكون معنا اليوم عبر السكايب الدكتور محمد محمود المحمود، رئيس قسم المشتريات والتموين الدوائي بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية. مرحبا ومسهلا بك معنا، وحياك الله ويانا في ثراحيم. السلام عليكم. مسي عليكم ومسي على أخوة المشاهدين، مساك الله بالخير. طبعا دكتور، في البداية ودي نتكلم عن يعني الإجراءات اللي اتخذتها مؤسسة حمد الطبية ممثلة في الرعاية الصحية الأولية في ظل انتشار ومكافحة انتشار فيروس كورونا كوفيد-19. فيروس كورونا طبعا لا رجول يمشي عليها ولا أجنحة يطير فيها، يعني هاي في البداية. فمشكلته يعني هو في سرعة الانتشار وقوة التأثير، لكن لا رجول ولا أجنحة يطير عليها. يعني مشكلة الفيروس هو في التكدس البشري والتجمعات لكسر الحلقة أو حلقة التجمع من خلال التلامس والتزاحم. فرأت وزارة الصحة ورعاية ومؤسسة حمد الطبية ورعاية الصحة الأولية. نعم نعم، أتوقع أن فصل الخط. نعم، لكن سوى. بنحاول نرجع لك مرة ثانية دكتور. طبعا أخوي خالد إن شاء الله بنستكمل. نعم، إحنا بنتكمل بنحاول نستكمل أيضا، ولكن نبي نتكلم أيضا عن المشاكل التنفسية. طبعا حلقة اليوم سعود عندنا أكثر من ضيف راح يكونون معنا عبر السكايب، فإذا كان أيضا الضيف الثاني جاهز ممكن أيضا ننتقل له الآن بالصوت والصورة، ونتكلم أيضا عن آثار يعني آثار يعني هذا الوباء على يعني صحة الجهاز التنفسي. نعم. إذن الضيف هو جاهز الآن سعود. نعم. إذن نعم. حياك الله من جديد. حياك الله من جديد دكتور. نعم تفضل دكتور. نعم. فقضية التكدس طبعا الرعاية الصحية الأولية ومؤسسة حمد الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة وقطر بوست، أولا حاولنا أن توصل الأدوية إلى المرضى في بيوته، يعني بدل ما يجي المريض إلى المركز الصحي نحاول إرسال الأدوية إلى المنازل، يعني على عن طريق بريد قطر. يوجد خط ساخن أو رقم تليفونات وفي كل مركز صحي أيضا واتساب. يستطيع المريض الاتصال على المركز الصحي وتحديد المرض مع الأطباء الموجودين في المركز الصحي، ثم كتابة الوصفة عن خلال الصيادلة وإرسالها إلى المريض. طبعا المريض لابد أن أو الصيدلي يأخذ معلومات الأساسية عن البطاقة الصحية والموقع موقع المريض، ثم توصل الأدوية إن شاء الله بظرف يومين. نعم. هذه الإجراءات اللي سويناها لتخفيف الازدحام أو منع التكدس على المراكز الصحية وتسهيل على الناس، حماية للناس وحماية للطاقم الصحي. نعم دكتور، طبعا مثل ما ذكرت لنا التعاون سواء بينكم بين كيو بوست أو بريد قطر، مثل هذا التعاون كم تسهلون طبعا للمرضى نفسهم أنهم توصل لهم العلاجات طبعا في أسرع وقت، و تكون جاهزة 100% حسب الوصفة اللي تكون من الدكتور أو حتى من الصيدلي نفسه. خلنا نتكلم دكتور عن قسم المشتريات والتموين الدوائي. نتكلم عن التدابير اللي قمتوا فيها في ظل هذا الوباء العالمي، نتكلم شوي عن التعاون بينكم وبين بريد قطر، خاصة أن مثل هذه العلاجات لابد أنها توصل وتكون في درجة حرارة معينة تكون محفوظة طبعا سواء من الحر من الرطوبة إلى آخره. تعرفنا أكثر وتعرف المشاهدين أكثر عن هذه التدابير دكتور. عموما في شكلت لجان، كانت علاقتنا مع قطر بوست أو البريد القطر بريد القطر من قبل أزمة كورونا. نعم. كان في برنامج عندنا أو مشروع توصيل أدوية الأمراض المزمنة إلى البيوت، وسبحان الله لما جاء موضوع الكورونا كانت الأمور شبه جاهزة، لكن شكلت لجان في مؤسسة حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية ووزارة الصحة، فأصبحت خلايا
تعمل ليل نهار على توفير الخدمة وربطها إلكترونيا. طبعا كانت في عقبات بداية، لكن الحمد لله رب العالمين تاريخ 25 مارس بدينا أول تجربة ونجحت، يعني أتت ثمارها حتى الآن. بدينا في بعض الأمراض والمزمنة، الأمراض المزمنة ومرضى القطريين، لكن الآن مع الأيام توسعنا الحمد لله رب العالمين بظرف أسبوعين، وأصبحنا نغطي جميع مناطق قطر، وأصبحت الأدوية توصل للمرضى على يعني باتخاذ جميع الشروط والمواصفات، سواء كانت المواصلات، التوصيل أو التبريد، أو أيضا التوثيق. فالحمد لله رب العالمين إحنا يعني عملية مستمرة يوميا، يعني شبه يومي في اجتماعات بين المسؤولين، وعلاقتنا مع الوزارة ومع مؤسسة حمد ومع المخازن الدوائية ومع المرضى. نعم دكتور، يمكن احنا تحدثنا باستفاضة عن هذا الموضوع ايضا، ولكن ودنا نسلط الضوء على ايضا مخزون الأدوية في قطر وخطواتكم لزيادة هذا المخزون، مع العلم بأن يعني كثير من الدول الآن عندها مشكلة أيضا في يعني تواجد كمية من عدد الأدوية خصوصا المصابين بالأمراض المزمنة. فهل أنتم على استعداد ل يعني تزويد المخزون الاستراتيجي للدولة من الأدوية المتنوعة خصوصا فيما يتعلق بالأمراض المزمنة عندنا في الدولة؟ أطمن الأخوة المشاهدين، نعم وجود الأدوية متوفرة في الدولة بكميات تكفي الفترة قادمة إن شاء الله، وكل الأدوية لها بدائل، ولا توجد عندنا نقص من الأدوية الأساسية أبدا. نعم قد يحدث بعض التأخير في التوريد، لكن البدائل موجودة متوفرة. أطمن الناس أن نعم موجودة الأدوية بكميات تكفي وزيادة بإذن الله. نعم دكتور، مثل ما عرفنا عن المخزون، عرفنا عن التعاون بينكم وبين كيوبوست أو بريد قطر. حاليا في قطر يتم استخدام أدوية مثل هيدروكسي اللي هو علاج الملاريا، شوية تكلمنا عن هذا العلاج، تكلمنا عن هذا الموضوع وشلون استخدامات خاصة هذا الدواء اللي هو دواء الملاريا. طبعا الدواء موجود، دواء الملاريا موجود، بس مش دواء لمرض أو الفيروس كورونا. فيروس كورونا حتى الآن لا يوجد له دواء محدد، ولا زالت مراكز البحوث على مستوى العالم تشتغل ليل نهار، يعني بعيدا عن الدعاية السياسية اللي بعض الرؤساء الدول صرحوا فيها، لكن حتى الآن لا يوجد له علاج محدد. الأدوية الموجودة هي مساعدة وتعالج التشخيص، ولا تصرف إلا في نطاق محدد ومن أطباء محددين للحالات معقدة في الحالة المرضية عند يعني المتقدمة دكتور. نعم جدا المتأخرة نعم يعني هو صار حديث عليها أيضا في كثير من يعني تسليط الضوء عليها عالميا، الهيدروكسي كلوروكين أنه يستخدم في حالات معينة خصوصا لما تقدم هذه الحالة، ولكن لله الحمد أنه في أكثر من 81% يتم التعافي. أنا ودي أسألك يعني استكمالا يعني سؤال سعود لمنجي، نتكلم عن أيضا الأدوية، هل في نوعية من الأدوية زاد الطلب عليها الآن في هذه الفترة من الزمن بسبب أي مرض من الأمراض يعني يقابل فيروس كورونا لأي سبب من الأسباب؟ هو خافض الحرارة هو أكثر دواء قام يستمر الآن عندنا في البلد فعلا في كميات كبيرة، وأيضا في كميات كثيرة جاية من يعني نستوردها. الأدوية الكرونيك طبعا إحنا لها جدول زمني عند كل مريض، بس أكثر الأدوية استهلاكا هو خافض الحرارة. نعم دكتور، خلينا نتكلم شوي عن التواصل بينكم وبين المنظمات الصحية العالمية. هل هناك تواصل بينكم دائم؟ هل هناك مستجدات حول إن كان هناك لقاح للكوفيد 19 أو لا؟ وشلون يعني إلى أي مدى هذا التواصل؟ هل هو أسبوعي، شهري، يومي؟ التواصل يومي طبعا، الجهة المختصة وزارة الصحة على تواصل يومي مع منظمة الصحة العالمية ومع المنظمة العالمية، وهو أو الوزارة هي الجهة العلمية المخولة قانونيا بالتواصل مع المنظمات العالمية وخاصة منظمة الصحة العالمية والFDA وأيضا مراكز البحوث، والحمد لله رب العالمين على تواصل
يعني ليل نهار مش التواصل أسبوعي وإنما يوميا في متابعة مستمرة. نعم 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 دكتور، شكرا لك على تواجدك معنا طبعا عبر السكايب، كل الشكر لك. طبعا مشاهدينا الكرام كل الشكر للدكتور محمود المحمود رئيس قسم المشتريات والتنموين الدوائي بمؤسسة قطر للرعاية الصحية، يعطيك العافية دكتور وشرفنا. الله يكرمك واعذروني على التقطع اللي صار. لا أبد ما في مشكلة، ما في مشكلة، مسموح يا دكتور. مشاهدينا الكرام ننتقل معاكم الآن إلى فاصل، بعدها نتابع باقي فقرات برنامجكم ترحيب، ولكن قبل ذلك نشاهد معاكم بعض الصور والمقاطع الطريفة التي تم تصويرها حول العالم عن فيروس كورونا. Keeping my 2 metres, what's all that about? No, seriously mate. Boy, what's all that about? للوقاية من فيروس كورونا لازم تنظف البيت، بعدين تنظف الماكينة اللي نظفت فيها البيت، بعدين تعقم الماكينة اللي نظفت فيها الماكينة اللي نظفت فيها البيت، بعدين لازم تعقم المعقم اللي عقمت في الماكينة اللي نظفت فيها الماكينة اللي نظفت فيها البيت، وبعدين لازم تغسل المعقم اللي عقمت في المعقم اللي عقمت في الماكينة اللي نظفت فيها الماكينة اللي نظفت فيها البيت، بعدين لازم تعقم الصابون اللي نظفت في المعقم اللي عقمت في المعقم اللي عقمت في الماكينة اللي نظفت فيها الماكينة اللي نظفت فيها البيت. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. يساهم مركز المتطوعين بجهود كبيرة أيضا في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19 ضمن حملة التطوع الوطنية. نتابع وياكم التفاصيل من خلال التقرير التالي. ضمن جهود مؤسسات دولة قطر للتصدي لفيروس كورونا والحد من انتشاره، يستمر مركز المتطوعين بعمله كقاعدة رئيسية لإدارة شؤون المتطوعين المسجلين في حملة التطوع الوطنية من أجل قطر. طبعا جامعة قطر هي شريك استراتيجي، أحد الشركاء مع وزارة الصحة في الحملة الوطنية للمتطوعين من أجل قطر. والدور اللي تلعبه جامعة قطر في عدة لجان وعدة أماكن دور استراتيجي وحساس، المركز يدير مركز الاتصال للمتطوعين، يجيب على استفسارات وأسئلة المتطوعين، المركز يدير قاعدة البيانات المتطوعين الذين بلغ عددهم لحد يوم أمس 35,000 متطوع ومتطوعة. المركز يدير عملية التنسيق للتدريب لهؤلاء المتطوعين. الحملة بدأت، هناك متطوعين في وزارة الصحة يتعاونون مع الكادر الطبي والإداري في وزارة الصحة، هناك مركز العزل في أبو سدرة بدأ العمل، وهناك في مطار حمد الدولي بدأ العمل، وتم إرسال متطوعين ومتطوعات لي خدمة الكادر الطبي ولدعم العملية بشكل كامل وتقديم كل ما يحتاجه المرضى هناك. تأتي الاستجابة السريعة للحملة التطوعية من أجل قطر كدليل تضافر لكل الطاقات الوطنية في مواجهة وضع صحي استثنائي، وتقديرا لما تقدمه دولة قطر إلى كل من يعيش على أرضها الطيبة. يشكل فيروس كورونا خطورة على الجميع، وفي الوقت نفسه هناك فئات هي أكثر عرضة للخطر، أهمها أمراض الحساسية والصدرية، إذ يزيد احتمال تعرضها لمضاعفات المرض وتحتاج إلى رعاية خاصة في المستشفى.
نعم سعود، إذن معنا الليلة عبر السكايب من فرنسا الدكتور أنطوان أشقر، الطبيب المختص في الأمراض الصدرية، ونتعرف من خلاله على كيفية أيضا التعامل مع أصحاب الأمراض، أمراض حساسية الصدر، أو أيضا من يعانون بالأمراض المزمنة الصدرية. إذن فيروس كورونا يتعلق أو يصل أيضا إلى مرحلة متقدمة لها هؤلاء الناس. دكتور لو نتكلم معك أو شيء، رحب فيك ويانا اليوم في ترحيب، وأيضا نسألك يعني الآن تعكف المؤسسات الطبية ومراكز الأبحاث العالمية إلى إيجاد هذا المصل أو اللقاح لمواجهة الفيروس، وين وصل هذا الموضوع إلى الآن؟ مساء الخير للجميع. أولا للرد على سؤال الأمراض المزمنة، نعم الربو هو أحد الأمراض المزمنة، سنتكلم عنه لاحقا إذا أردتم. أما بالمصل، نحن كما نعرف ستبدأ فرنسا الأسبوع المقبل نهار الاثنين المقبل بالتجارب السريرية باستعمال المصل عند المرضى الذين هم موجودون في العناية الفائقة أو العناية المركزة. ما هي هذه الوسيلة العلاجية؟ هي وسيلة مثل أي أعطاء دم مثلا، عندما يكون المريض بحاجة إلى دم من أي فئة كانت، نصل نعطيه بعض الأكياس الدم لإعادة نشاطه. وهذا هذا هو الأسلوب أو الطريقة. نحن سنستعمل في هذه الدراسة السريرية، أؤكد أنها دراسة وأسر أنها دراسة سريرية، بمعنى أن ليس لنا في الوقت الحاضر أي نتائج أكانت إيجابية أم سلبية. سيستعمل الدم، استخراج الدم من مرضى كانوا مصابين بالفيروس وشفوا وجسمهم أفرز مضادات أنتيبادي يعني ضد هذا الفيروس. سيتم استئصال هذه المضادات وإعطائها لبعض المرضى، وتم اختيار المرضى بشروط معينة، يعني مرضى العناية الفائقة لم يعد لهم أي علاج ناجع. ليس لنا في الوقت الحاضر أي نتائج. ستبدأ التجارب السريرية الأسبوع المقبل عند 60 مريض. نعم دكتور، بإذن الله ننتقل معاك إلى مرضى حساسية الصدر، هل هم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا ولماذا؟ أولا أريد أن أشدد على نقطة هامة، إن مرضى أو الأشخاص الذين يحملون أمراض مزمنة عليهم متابعة علاجهم. إذا كانوا متابعين علاجهم بانتظام، وخاصة مرضى الربو، إذا كانت حالتهم المرضية مستقرة، هم ليسوا أكثر عرضة من باقي الأشخاص للإصابة بفيروس الكوفيد، على شرط أن يكون الربو مستقر وأن يستمروا في علاجهم ولا يتوقفوا دون استشارة طبيب. أما في حال تم إصابة بعض المرضى المزمنين وخاصة الربو وضيق التنفس المزمن أو عوارض قلبية مزمنة، هؤلاء للأسف معرضين أكثر من غيرهم لمضاعفات رئوية ممكن أن تؤدي إلى استشفاء ووضع بالأكسجين، أو إذا تطورت أحوالهم المرضية الرئوية الالتهابية يمكن أن يستعينوا أو يكونوا بحاجة إلى عناية فائقة. أما المريض الذي كان ربو أو غير ربو، إذا كان وضعه السريري مستقر، هو ليس أكثر عرضة مني أو منك أو من أي شخص ليس له ربو. صحيح، وضحت هذه الفكرة دكتور. أيضا عندنا يمكن يعني نظرة عامة وقلق حيال أيضا، يعني هل يؤثر نوعا ما جفاف الحلق على إمكانية الإصابة بهذا الفيروس؟
الشاهد من وراء سؤالي الآن لأن إحنا يعني ما بقى إلا يعني أسابيع قليلة إلى رمضان، يعني هل شرب السوائل باستمرار قد يسهم في مثلا لنفرض الوقاية أو تقليل من حدة الإصابة ما إذا كان الإنسان مصاب بهذا الفيروس أم لا؟ للأسف ليس هناك دراسات علمية تؤكد أو تنفي ذلك. أهم شيء هو أن يكون الغذاء سليم، نعم. الابتعاد عن أي سوائل غير صحية وخاصة الموجودة في الصيدليات ويمكن أن أو على الإنترنت، يمكن بيعها على الإنترنت. أهم شيء على الإنسان أن يكون سليما في رياضته البدنية، في غذائه، وكثرة شرب الماء وليس العصير. أما الفيتامينات ممكن أن تقوي جهاز المناعة، وهذا افتراضي وليس وقائي. الوقاية هي نظافة اليدين، صحيح، ابتعاد عن الاحتكاك بالعالم، وضع كمامة، والحجر المنزلي، وخاصة نحن على أبواب شهر رمضان المبارك. صحيح. أنصح بالبقاء في المنزل وعدم الاحتكاك، خاصة العائلة والأقارب. هذا الفيروس لا يميز بين شخص وآخر، وعلينا في الوقت الحاضر البقاء في المنزل والحجر المنزلي للوقاية. صحيح. دكتور، أيضا يعني عطفا على السؤال أو الإضافة اللي تفضلت بها بما يتعلق أيضا برفع كفاءة جهاز المناعة، البعض من الناس يذهب إلى الصيدليات ويبتاع فيتامين دي ويبتاع أيضا فيتامين سي لرفع كفاءة جهاز المناعة، مدى أهمية هذا الأمر؟ يعني إن صح التعبير استخدام هذه المالتي فيتامينز لرفع كفاءة جهاز المناعة في هذا الوقت من الزمن، ومن المعروف أيضا يعني جهاز المناعة يحتاج إلى وقت طويل حتى يعني يرجع إلى قوته ومتانته ويتم رفع الكفاءة، لأنه يحتاج إلى أكثر من مؤثر أو معامل أيضا. ليس هناك أي قواعد علمية لا الفيتامين دي ولا الفيتامين سي. ممكن أن نأخذ فيتامين سي لتنشيط جسمنا، وهذا لا يقوي المناعة ولا يحمي من الإصابة بالفيروس. وخاصة أنصح بعدم الإكثار من استعمال الفيتامين سي لأنه مضر، وخاصة إذا أخذ في الليل في المساء يسبب قلق في النوم. إذا حدا بده يأخذ فيتامين سي يأخذه صباحا. بس ليس هناك أي قاعدة علمية تؤكد أن من يستهلك أو يستعمل الفيتامينات ممكن أن لا يصاب. هذا ليس علمي. إحنا لا نتحدث عن الإصابة دكتور، ولكن لتوضيح هذا الأمر اللي تفضلت فيه، إحنا نتحدث لتقوية جهاز المناعة. يعني الكثير من الأطباء والعاملين في المجال الطبي السعودي يقولون من الأفضل أن يتم أيضا يعني استخدام بعض المالتي فيتامينز لتقوية جهاز المناعة، ليس للوقاية من الإصابة من هذا الفيروس، فقط للتوضيح. لا، ليس له أي قاعدة علمية. ونحن نعرف أن الفيتامينات مهما تكون الفيتامين، مهما يكون نوع أو الملتي فيتامين، لا تقوي جهاز المناعة. وليس لها علاقة بجهاز المناعة. نعم دكتور، نتكلم شوي عن الفيروس، هل يقل في فصل الصيف؟ في فصل الصيف هل هناك حد من انتشاره؟ وهل يصبح الفيروس موسمي دكتور؟ وهل ممكن أنه يعود في العام المقبل؟ أولا بخصوص الحرارة، نحن نعرف أن الفيروس يأتي في موسم البرد أو في موسم الشتاء تحت مناخنا في أوروبا أو غير دول. أنتم في قطر أعتقد أن الحرارة مرتفعة عندكم. نعم. وهذا لم يمنع من وجود الفيروس. كذلك في السعودية في 2012-2013 عندما تم اكتشاف الأخ الأصغر للكوفيد 19 الميرس، هو من نفس الفصيلة، لم يسبب هذه الإصابات وهذا الوباء، ولكنه انتشر في الصحراء وفي حرارة مرتفعة. نعم صحيح. نحن نعلم أن الحرارة التي ما فوق 59 درجة مئوية تقتل الفيروس، وهذا في المختبر. لا نعرف إذا كانت في الصحراء أو في البلدان التي حرارتها مرتفعة ممكن أن تحد من الإصابة.
أما الواقع فهو يكذب هذا الشيء. نعم بالتأكيد ما زلنا في طور فهم هذا الفيروس، ولذلك احنا في استضافة عدد كبير من الأطباء لأخذ الفائدة والاستفادة منهم ولكل من رأيه، وفي الأخير احنا نأخذ في المتفق عليه. وذلك نشكرك أيضا دكتور أنطوان أشقر الطبيب المختص في الأمراض الصدرية كان معنا عبر السكايب من فرنسا. شكرا لك دكتور، شكراً وإن شاء الله تكون لنا لقاءات أخرى ومتجددة بإذن الله. شكرا أهلا وسهلا بكم. شكرا لله. إذن أعزائي المشاهدين ما زلنا مستمرين معاكم، ولكن نطلع الفاصل قصير ونرجع بعدها لمتابعة ما تبقى من حلقة الليلة من ترحيب، خلكم معنا. حياكم الله من جديد مشاهدينا ومستمعينا الكرام، وتواصل مبادرة قطر تقرأ أحدى مبادرات مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، برنامجها الرائد القراءة للعائلة بتوزيع الكتب على أعضائها ملتزمة في ذلك بإجراءات الصحة والسلامة الصارمة وفقا للإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة العامة. وحول هذا الموضوع بسعدنا أن يكون معنا في الاستوديو السيد أو عبر الهاتف أو سكايب السيد جابر الهوبش أخصائي إعلام بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. مرحبا ومسهلا فيك أخوي جابر، وشرفنا الله يسلمك. الله يرحب فيك ويسلمك ومسي عليكم ومسي على السادة المشاهدين. الله يحييك يا أخوي. طبعا في البداية نود أن نتقدم نبذة عن حملة قطر تقرأ، وما هي رواية هذه الحملة أخوي جابر؟ قطر تقرأ انطلقت الله يسلمك في بداية 2016، وكانت تحت مسمى الحملة الوطنية للقراءة، وكانت تستهدف اللي هو الفئات العمرية الصغيرة، وهي طبعا من أحد برامج أو مشاريع مؤسسة قطر تحت تنمية المجتمع. نعم جابر، أنا ودي أسألك يعني وش الأهداف من وراء إطلاق هذه الحملة في هذا الوقت من الزمن، ولماذا تم اختيار فيها الكتب مع العلم بأن الآن هنالك توجه بعدم يعني استعمال مثلا الورقيات والتقليل من الاحتكاك قدر المستطاع؟ هل تم، إن كان هذا صحيح، هل تم اتخاذ الإجراءات المناسبة للحيلولة دون وقوع لا قدر الله أي مثلا على قولتهم مس هندلينج، إنه يكون في عدم الاهتمام في طريقة الاستلام والتسليم؟ وبالنسبة للبرنامج، لا البرنامج صار له حاليا 10 أشهر، وإحنا دخلنا في أزمة الكورونا واستمرينا في توصيل الكتب، ولكن باتباع اللي هو الإرشادات، اتباع الإرشادات الصحية. نعم يعطيك العافية. الإرشادات الصحية، وأيضا يعني عندنا يعني الموظفين قبل يوصلون الكتب يتخذون إرشادات معينة لتعقيب الكتب وتعقيب المغلفات، وأيضا نتواصل مع العائلات بحكم أنهم يستلموا الكتب، هناك طريقة معينة بإمكانهم يستلمون الكتب فيها، ولا يمنع أيضا أن احنا ننزل نسخ إلكترونية لبعض النشاطات، سواء كانت في اللي هو الموقع الإلكتروني أو بعض النشاطات التحفيزية في صفحة الانستغرام. نعم أخوي جابر، نرجع شوي إلى الحملة، نتكلم عن الأهداف، تعرفنا أكثر عن أهداف هذه الحملة ونعرف المشاهدين أكثر عن طرق المشاركة في هذه الحملة. الحملة حملة قطر تقرأ هي مبنية على التشجيع على القراءة. من ضمن برامجها اللي احنا نشجع فيها على القراءة هي برنامج العائلة. برنامج العائلة طبعا هو برنامج نفس نظام البريد، عن طريق اشتراك شهري. نعم. يقومون أولياء الأمور بالاشتراك، نوصل لهم صندوق البريد، توصلهم الكتب بطريقة يعني طريقة شهرية. نعم. على حسب المواضيع المختارة
للشهر نفسه طبعا. نعم. وهناك يعني مواضيع مختلفة شهرية توصل لكل مشترك من المشتركين الحملة، وهي حملة تشجيعية تشجع على القراءة سواء كانت باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية. طيب. وأيضا هناك حرية كاملة لأولياء الأمر بأنهم يختارون سواء كانوا يبون الكتب تكون كلها بالعربي أو كلها بالإنجليزي أو تكون اللي هي العربي والإنجليزي. وطريقة الاشتراك هي عن طريق الموقع الإلكتروني. طبعا كانت الحملة في كانت عفوا كان البرنامج في فترة تجريبية، وتم الانتهاء من الفترة التجريبية في شهر 5 من 2019. والحمد لله في هذه الفترة قدرنا نوصل لأكثر من 350 عائلة وأيضا أكثر من 700 طفل. والبرنامج هذا الله يسلمك هو يعني مخصص الفئة عمرية من 3 سنوات لحد 13 سنة. نعم. طيب جابر، في عجالة في أقل من دقيقة، ودي أسألك عن نوعية الكتب اللي تم توزيعها وكيف يتم الاشتراك. بالنسبة للاشتراك هو عن طريق الموقع الإلكتروني qatarreads.qa. أما بالنسبة للكتب فالكتب هي عبارة عن مثل ما ذكرت لك اللي باللغة العربية وباللغة الإنجليزية. يتم اختيار الكتب والأنشطة المتعلقة بالكتب بناء على الموضوع المختار لهذا الشهر. يعني على سبيل المثال عندك في رمضان راح يكون هو موضوعنا في الشهر القادم. نعم. وكل شهر يكون فيه موضوع مختلف وموضوع جديد. ممتاز. وأحب أنوه على شغلة واحدة بسيطة على وهي فيه الله يسلمك احنا ننزل نشاطات وننزل بعض الكتب، مش كتب عفوا، بعض الصفحات للقراءة مجانية للكل سواء كان مشترك او غير مشترك. ممتاز. وبامكانه انه ينزلها ويطبعها ويستمتع فيها. شكرا لك يا جابر. نعم، شكرا لك جابر. طبعا مشاهدينا الكرام كان معنا السيد جابر الهوبش اخصائي الاعلام بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. الله يوفقكم ان شاء الله في هذه الحملة والحملات الاخرى ان شاء الله يا اخوي جابر، يعطيكم العافية. طبعا مشاهدينا الكرام ننتقل معاكم الى موضوع اخر، حيث نظمت المؤسسه القطريه للعمل الاجتماعي والمراكز المنطويه تحت مظلتها مؤتمرا صحفيا عن بعد حول التدابير والاجراءات الاحترازيه التي يتم اتخاذها خلال الازمه الراهنه لمنع تفشي وباء كوفيد 19. نعم، وقد شارك في هذا المؤتمر الصحفي الرئيس التنفيذي للمؤسسه القطريه للعمل الاجتماعي سعاده امال بنت عبد اللطيف المناعي رئيس اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، وكذلك أيضا أعضاء اللجنة، هذا وبالإضافة أيضا إلى عدد من الإعلاميين وممثلي مختلف وسائل الإعلام. في ظل الأوضاع الراهنة التي يشهدها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا، اضطرت العديد من المؤسسات والجهات الحكومية الاعتماد على تطبيقات متخصصة في مكالمات الفيديو وتقنيات التواصل عبر الإنترنت، وذلك لعقد اجتماعاتها ومؤتمراتها الصحفية. وفي هذا الاتجاه نظمت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والمراكز التابعة لها مؤتمراً صحفياً ناقشت من خلاله مختلف التدابير التي ستعتمدها المؤسسة تحسباً لأي تطور في الوضع الصحي الراهن. كما ناقش المشاركون في المؤتمر وبحضور أعضاء اللجنة المركزية لإدارة الأزمات بالمؤسسة والمراكز التابعة لها نقاط تهم تطوير البناء المؤسسي الداخلي مع تقوية وتعزيز المنصات الرقمية بالمؤسسة وتنشيط الحملات التوعوية الداخلية والخارجية، ثم متابعة العمل بالمراكز الخدمية مثل مركز الشفلح، النور، وفاق، إحسان. أعلن أيضا الاتحاد القطري للرياضة للجميع عن تنظيم العديد من المسابقات والفعاليات عن بعد،
وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة طبعا للحد من انتشار فيروس كورونا COVID-19. نعم يا أخوي خالد، مشاهدينا الكرام، وسعيا من الاتحاد على حث جميع أفراد المجتمع على مواصلة الرياضة في المنزل مع عائلاتهم. وللمزيد حول هذا الموضوع وأبرز الفعاليات يسعدنا أن يكون معنا عبر سكايب السيد عبد الله الدوسري، رئيس قسم الأنشطة والفعاليات بالاتحاد القطري للرياضة للجميع. حياك الله يا أخوي عبد الله وشرفتنا، الله يسلمك. وفي البداية لو تطلعنا وتطلع مشاهدينا الكرام عن الفعاليات اللي تنظمونها عن بعد من قبل الاتحاد. حياك الله. طبعا بداية أحب أشكركم. بداية الموضوع هو اللي استثمر الاتحاد القطري للرياضة للجميع، تواجد الجمهور وأغلب متابعين الاتحاد والمجتمع بشكل عام في هذه الأوقات اللي هي في أوقات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا. استثمر منصاته في الانستغرام وتويتر في طرح عدد من المبادرات. المبادرة الأولى كانت في مبادرة التمارين الرياضية المنزلية، يبث الاتحاد من خلالها لمدة ساعة ساعة ربع مساء تمارين رياضية يستطيع أي فرد من أفراد المجتمع ممارستها في المنزل، وإعطاهم النصائح الإرشادية لممارسة الرياضة بشكل صحي ومثالي. المبادرة الأهم تم إطلاقها اليوم، تكون هي أيام الأحد والثلاثاء والخميس الساعة 8 مساء. لقاءات تكون مع دكاترة ومختصين ورياضيين عبر منصات الاتحاد القطري للرياضة الجميع في الانستغرام. اليوم أول حلقة بتكون إن شاء الله مع الدكتور عبد العزيز الجهام الحواري، رئيس التنفيذي بالإنابة سبيتار، للتحدث عن أهمية الرياضة والصحة من خلال منصة الانستغرام. ممتاز. عبد الله، أنا ودي أسألك في عجالة يعني عن يعني تفاعل الجمهور أيضا مع هذه المبادرة ل يعني ممارسة الرياضة من خلال المنزل، شلون شفتوا تفاعلهم وياكم؟ التفاعل كبير جدا، بما أن الجو العام جميع أفراد المجتمع ملتزمين بالحجر المنزلي والتواجد في منازلهم. الاستثمار الأمثل لمنصات الانستغرام وتويتر هو استخدام أمثل لطرح عدد من المبادرات المناسبة لجميع أفراد المجتمع لاستثمار أوقات فراغهم وتواجدهم في المنزل من خلال المبادرة هذه، بتواجد دكاترة مختصين في أمور الصحة الرياضية بالإضافة إلى التغذية والرياضة بالإضافة إلى لقاء رياضي يوم الخميس. إقبال ممتاز جدا في الانستغرام. المحتوى هو الأهم، فينا أن نكون لقاءات هذه مع أخصائيين ودكاترة مختصين في هذا المجال. نعم أخوي عبد الله، شوي خلينا نتكلم عن التشجيع في مثل هذه الفعاليات، خاصة أن الكل يكون موجود في المنزل وقضاء الوقت خلينا نقول بعيدا عن الملل وفي ممارسة الرياضة. خلينا نتكلم شوي عن الرياضات اللي يتم تقديمها طبعا من خلال الاتحاد، وإن شاء الله في المستقبل ما هي الرياضات اللي راح تضيفونها بإذن الله. طبعا أقول لله الحمد من خلال منصة الاتحاد القطري الرياضة للجميع يوجد استثمار كبير جدا، اللي هو قاعدين نقدم تمارين رياضية في بث مباشر اللي هو الساعة 4 مساء في اليوم، بالإضافة إلى مجموعة من التمارين الرياضية يتم بثها من خلال فيديوهات في تويتر وإنستغرام لإشغال أوقات الشباب في منازلهم، بالإضافة إلى عدد من المبادرات كان فيها مسابقات رياضية لحث أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة وتشجيع بعضهم. المسابقة كانت قبل أمس كان موجود مسابقة اللي هي التمارين الرياضية المبتكرة في المنزل، كل شخص يصور له مقطع تمرين رياضي في المنزل يستخدم الأدوات المنزلية في ممارسة هذه الرياضة. طبعا يحث أفراد المجتمع على الاستخدام الأمثل الأدوات اللي متوفرة عنده، يعني الرياضة مش مرتبطة في نادي أو جيم رياضي، تستطيع ممارسة الرياضة وأنت في المنزل بأقل الأدوات الموجودة عندك. شكرا. الله يوفقكم إن شاء الله. طبعا مشاهدينا الكرام، كل الشكر للسيد عبد الله الدوسري، رئيس قسم الأنشطة والفعاليات بالاتحاد القطري للرياضة للجميع. شكرا لك أخوي عبد الله، وموفقين إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، بذلك نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم ترحيب. لأي اقتراحات أو استفسارات وللتواصل مع فريق عمل برنامج ترحيب يمكنكم التواصل عبر بريد برنامج ترحيب الإلكتروني. نعم، أو متابعتنا والمشاركة عن طريق حساباتنا على الفيسبوك، تويتر، إنستغرام وأيضا السناب شات. نرحب بأي اقتراحات أو استفسارات. وقبل لا نختم وياكم اليوم، تابعوا معنا هذه اللقطات الطريفة. وفي أمان الله. الله يحفظك. في أمان الله.
إله إلا الله ما شاء الله. Go back. China virus, go back. Go back. China virus, go back.